احنا كنا اوسي في اكتيفيتي اللي فات وكنا قاعدين نشتغل وكده، وبعد كده الزفه دخلت علينا. بس الضحك بقى في الموضوع ان الزفه دخلت، ان الاوسي كله في ثانيه ساب شغله ودخلنا نرقص في الزفه وكاننا احنا اصحاب الفرح يعني. وفي نص الدوشه كده الزفه ساعات بتسكت، فواحد من الاوسي اسمه زيكو يعني فجاه في نص الصوت كده يقول بس العروسه وحشه قوي، والناس كلها تسمعه وتبص له كده. فالموضوع كان قلب لا ضحك ولا زغرتنا بقى ورقصنا، الموضوع قلب هبل يعني. بس فكان الاوتيل كله احنا بنزف العروسه مع اننا ما نعرفهمش اصلا. ومامت العروسه في الاخر جت بتقول لنا هاتوا رقمكم عشان انتوا شكلكم شركه زفه افراح وكده، وفعلا كانت مقتنعه بكده والله. بس يعني دي حاجه وان اوف ذا فاني مومنتس اللي حصلت لنا.